يا فاطم ليلى ما تفارق نورتنا البيا، يا فاطم ليلى ما تفارق نورتنا البيا، إلا ما تشينا إلا ما تشينا إلا ما تشينا والضوء رايح تبصر يا عبد الله. ريتك تبارك في ميو ولا في مارس، ريتك تبارك في ميو ولا في مارس، وطير القارس يلا وطير القارس يلا وطير القارس ورحم على ودي عباك الله. يا قادم لينا لا تبارك نورتنا البيا، يا قادم لينا لا تبارك نورتنا البيا، إلا ما تجينا إلا ما تجينا إلا ما تجينا والذوق يخطب لي عباك الله. اهلا وسهلا ومرحبا بكل مشاهدي قناه حنبار في حلقه جديده من برنامج وين ماشي. اليوم لهنا متواجدين في صفاقس عاصمه الجنوب، تقريبا اسبوع الاخير من شهر رمضان وحركيه كبيره لهنا في صفاقس المدينه، اكيد استعدادا لعيد الفطر المبارك. نتابعوا مع بعضنا هذه الاجواء. هذا شنو هذا؟ ايش خضير وسبرس، خضير وسبرس شرفي يعملوا به، يعملوا به الشربة، باهي برقه برقه وشربة سوب. اي الشكل نتاعو 7000 وقتها طول ديما وقته. اي هذا ما يكبرش يقعد ديما هكا. ورينا في العظم نتاعو زاد سبح. اي شرفي من قرقنا هكا. الأجواء بتاع رمضان في صفاقس، شنو صفاقس؟ معروفة كان على الحوت الملح والشرمولة ولاباس الحمد لله. وين هما وين هما وين هما؟ يا سي كمل الخناع عبكم الشرشار راهو مشى، يا سي كمل الخناع عبكم الشرشار راهو مشى. هذيك عيبة غراب خشينة 25 25 26 26 27 27 تباشري تباشري مناشري مناشري. مرحبا بكم يا ريس، مرحبا بكم يا خويا. عندنا كالعاده كالعاده يا خويا، عندنا الحوت المالح اليوم، عندنا الغرابه ب 15 سامح ياسر، عندنا الفار ب 25 اللهم صل على النبي، حوت العاده وصلنا يا خويا اوكي سامح ياسر، عندنا شغالي اللهم صل على النبي اوكي صل على النبي بلاش 15 دينار 15 الزوالي ياكل يا ولد وراس خويا الزوالي ياكل والله. وعندنا السفير هاكا السفير ب 15 ب 14 يزي للزوالي الحمد لله. على خاطر حنا بال يا خويا تعيش حنا بال اقوى اقوى قناة. هذا شنو هي الورقة؟ قداش الورقة؟ هذه الورقة يا خويا ب 12 دينار 12 دينار. اه مربي. وعندنا قاروص 15 الله يصلي على النبي. هذه سمحة ست كعبات كاملوا كيلو 200 كيلو 300 فهمتي فهمت ولا الزوالي ياكل. قال الزوالي ياكل صحيح ولا لا؟ الدنيا غاليه خويا، الدنيا غاليه برشا، الدنيا غاليه. قال لك ب 12 يا خويا ب 12 يبيعوا فيها ب 15 و 16 يا خويا تحبتي قداش تحب قداش تحب الله يبارك. نقول لك في خاطر حنبال يبارك لك ويفتح لك بالقسم، خلينا الكيلو على 10. ما عندي انا والله والله هذا من عندي انا برا بالشفاء على العم خويا برا بالشفاء والله بالشفاء اللي كنت والله على خاطر كنت وراس خويا على خاطر حنبال نحبها ياسر انا بالشفاء والله بالشفاء. راح بابا شيء ما يدوم يا خويا شيء ما يدوم. زوال هنا في صفاقس في رمضان والله يا مشكل عادة ما الحمد لله كو والله مشكل عادة يا حسر على قبل الفلوس ما فماش مشكل عادة مشكل قبل نقصت كل شيء نقص الحركة نقصت وحوض نقص مشكل عادة. السلام عليكم. وعليك السلام يا خويا شحالكم ايه؟ احنا نقولوا له حمام هذا حمام اي حمام بحر اي وقتها اسمع تقلك سلاح سيدي منصور هذي اسمع تقلك هذا بالشربه بالمقارونه بالشكشوكه بالكسي باللي تحب اسمع تقلك. مرحبا بكم يا ولدي. ايش عندك؟ عندنا شويه السره قراب عندنا السره سمحه ياسر لا هيك بلدي والفاميلي من على تيراس. يلا
قلب بحر هكا يتشق حتى في الملعب يتشق ياكلوه بالشرموله الشخصي يحبوا لا لاباس لاباس الحمد لله نخدموا على رواحنا ولاباس الحمد لله وكل شيء رخيص راهو ما لا غلا لا على حد شيء اوكي هكا صبر سميسرتو ب 12 نبيعو ب 10000 خلي صوالي ياكل خلي لي ياكل هذا سوق الزوالي راهو باش تقولوا هذا سوق الزوالي نتاع صفاقس هذا قلب صفاقس لا ابراج ولا حوانط ولا حد شيء هذا سوق الزوالي بدينار تتعشى ب 2000 تتعشى وب 10000 تتعشى وب 100000 تتعشى كل واحد على قد جي على قد خطاه يمد سويقاته واللي ما عندوش نعطيوها زاده الحمد لله عايشين في خير باب الجبل عايشين في خير لاباس علينا حود الملح حود العيد يقولوا له حود العيد شرموله شرموله صحي شرموله وتبيع كم سنين من مجدود احنا تو مزمر الزمني بسفاقس مسميها شرموله حود الملح هذا حود الملح حود الملح بتاع سفاقس حود الشام 15 من الشام شكون بياكل شيء كيلو من اللي بيتهم ما ذمش الاغراب 15 الزوال ياكل والماركات ياكل والناس كل تاكل كنت تاكل حوت المالح على خاطر هذيك عادتنا وتقاليدنا نعملوا حوت المالح والشرموله هذيكم تقاليد نتاع العيد صحيت ايوه ايوه ما زلنا نتزوروا هنا في صفاقس هنا في سوق قريعه بين سوق الززارين وسوق الخضره واكيد باش نحاولوا ناخذوا فكره على الاسعار وكذلك المواطنين اللي هنا والقبيله نتاعهم السلام عليكم أيوة. وعليكم السلام مرحبا وبيك عايشك انا برجولي ريت قناه حنا بالك عليه وقفت كان قناه اخرى ما نقفش خاطر هذيك عز قناه عنا القلب نصفاقسيه عايشك عايشك ما عنديش تمسكيه ما عنديش اللي فما اللي فما تقولوا حنا بال واحسن قناه عنا وصف لي احنا اسم البلاصه قلت لي هذه بالضبط هذا السوق قريعه هذا بين السوق الحوت باب الجبلي والسوق الخضاريه معناتها هذا معناتها المنبع بتاع باب الجبلي الروح نتاع صفاقسيه كيما احنا نقولوها الاجواء هنا بتاع رمضان في صفاقس والله الاجواء في رمضان ديما هكا الاجواء حيه فهمتني ولا ديما مفمو كما تشوفها هكا الناس كلها تعب التقضي والناس كلها فهمتك تعرف سيدي رمضان وكذا ناس الشتاء وكذا ومن غادي الناس كلها ثم شكون يضيع الوقت ثم كل واحد كيفاش فهمت كيفاش لا الاجواء ديما سمحه لهنا في صفاقس عندهم جوهم الخاص خاصنا قبل العيد ديما جوهم خاص قبل العيد واش تعرف توكيل قبال برشا على الحوت المالح وعلى الشرموله وكذا ماك تعرف فهمت كيفاش ولا الاسعار نتاع الخضره لا الاسعار نتاع الخضره والله في المتناول تو بالنسبه للفلفل ب 2500 رخص طماطم ارخص من تونس الطماطم فهمت ولا كش تعرف طريفتها 16% الا البطاطا جديده هاكا ب 17% معناتها الطريفه نتاعها فهمت كيفاش يعني بدات الاسواق بدات ترخف على العاد شويه حوير رمضان في صفاقس الحمد لله ياكل واحد شي يقول والله الحمد لله نحضروا للعيد نحضروا ان شاء الله من الدنيا غاليه ياسر والله غالية كل شيء كل شيء كل شيء غالي بطاطا 2500 ما مش معقول معناها حضروا في مثلا كيما ليلة 27 وفي العيد شنو تعمل؟ نعملوا شرمولة والحوت نشرو الحوت المالح في العيد وشوية حلو هكا وان شاء الله كل عام حيين بخير ان شاء الله احنا نحتفلوا في ليلة 27 بشوية حلو سامسة حلوة بتاع لوز ونحضروا انا قد نحضروا في الشرموله الشرموله هذه برشا عباد مش من صفاقسيه حتى من ولايات اخرى يحبوا يعرفوا شنو علاش كان في صفاقس بالذات وشنو معناها فسر لها على خاطر وقت اللي الشرموله باهيه وقت اللي شرموله حلوه والحوت ملح وقت اللي تاكلها من زوز وهما يحلوا يرجعوا يحلوا المعده والانسان يرجع طبيعي كما العاد كما قبل في صفاقس هذه العاده ملا على خاطر يعطش الحوت الحوت المالح وقت اللي تاكل منه الواحد بعد يرجع عادي يولي يشرب الماء شنو المكونات نتاعها الشرموله المسكه وكل لبان هي كل لبان صحيت وش اسمها قرفه وشوية شوش ورد لا مش الناس الكل تعمل كل واحد كيف شوية كركم شوية كركم جي شرمولة بيلة وقصد شرمولة ما هو زبيب وزيت زيتونة وبصل لا نطيبوها بقدرة ربي نطيبوها كل صفاقسية كل لازم تخدم لابد لازم 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 منه كهو وقال لك يعني صعيب الناس الكل تعمل شرمولة كل قدير وقدروا ليدي القدير وقدره اللي يقدر يعمل واللي ما يقدرش ما يعملش واحنا نعطيه لبعضنا ونعينه بعضنا وجار للجار رحمة إلا من
شنو الاجواء هنا في السوق؟ طيبه لا الحمد لله الحمد لله. خضر مريق وكل شيء واضحه، الدنيا متحركه بس. لا متحركه الحمد لله. سفاقس بلاد الزوالي، وهلا سفاقس بلاد الزوالي، اللي يحب يخدم يخدم سفاقس. وين ماشيين؟ وين ماشيين؟ وين ماشيين؟ للخير باذن الله، للخير باذن الله، باذن الله للخير للخير. الفتره هذه اللي ما بين العيد والوسط رمضان ثم حاجه تغلى وحاجه ترخص، راي ثم حوايج بطاطا فلفل كل شيء راهو غالي شويه على المواطن بصراحه. شريت الانسان ما عادش وصلوا باش يقضي. نجارة الزبوس من المهن اللي تقريبا اندثرت في الجمهورية التونسية، لكن في صفاقس ما زالت شوية. ما زالت شوية، ما زالت فما في بلاد العربي فما ثلاثة حوانات أو أربع حوانات يخدموا نجار الزبوس، أما متقدمة شوية، فولية شوية مع تطورت على قبل. قبل كانوا يخدموا آلات الفلاحة من محراث من محشة من أدوات الفلاحة الكل، فهمت التقليدية. تولوا شوية مغارف شوية متاع الكوجينة متاع كل ما استحق الكل، الكوجينة الحديثة موجودة بالخشب الزيتون. قداش عندك فيها المهنة هذه؟ أنا من عام 84 أنا. أيوا أكثر من 30 سنة. باش معروف المهنة هذه باش مشهورة؟ مشهورة بما قلت لك، مشهورة بصناعة خشب الزيتون. مثلا خشب الزيتون مثلا هذه مثل فرق هذه هروسة مهراز. مهراز كانت تصنع باليد معناتها كاملة باليد، توليت بالآلة بآلة ولكن بتدخل يد الإنسان معناتها، فهمت؟ يعني ما زالت يد الإنسان مساهمة في الحكايات هذوما؟ لا مساهمة 8% يد الإنسان، أما الآلة عانتها ما عادش يعمل هكا ما عادش يتعب ياسر، فهمت؟ المهنة نتاعك معروفين تخدموا برشا ساعات، علاش يقول لك فلان كي نجار الزبوس؟ معناتها يخدم من شروق الشمس حتى المغرب. قداش عندك فيها الخدمة هذه؟ عندي تقريبا 50 سنة. السنة خذيتها على الوالد نتاعي وحافظت عليها كما هي. في الفطور نعمل فطاير وسفنج، وفي رمضان بطبيعة الحال الزلابية ومخرب. أول ما تبدا بالغرام إذا ما تبداش مغروم بها ما تنجمش تعلمها، يلزمك مغروم بها، مغروم تاع تعمل بها كيف. حياتك الخدمة هذه؟ حياتي الخدمة هذه. رمضان في صفاقس كيفاش؟ الفرق بين رمضان قبل وتوا ترى؟ ثم فرق، ثم فرق، ثم فرق. فرق اش باش نقول لك، الزياسيون تبدلت والتقاليد تغيرت شوية، ثم بعض العباد اللي مازالوا محافظين على التقاليد نتاعهم موجودين، فهمت؟ وثم اللي غير، ثم اللي بدل في أي نوعية. سواء في الماكله سواء في العادات في السهريات كل شيء يتغير. به السباله هذه نتاع الزيت علاش اخترتوها هكا وشنو المقصود منها؟ من نعمة الولد، من نعمة الولد هكا باش الزيت يبدا شويه شويه، يبدا بالقطره بالقطره. خاطر كيف تبدا مثلا تقلي وتصب ضربه واحده الطاجن يبرد ولا الكعبه تشرب الزيت. كيف تبدا تخليها بالقطره بالقطره الريتم يقعد هو ونسى قعد هو. مرحبا مجددا بكافة مشاهدي قناة حنبار. احنا الان متواجدين هنا في ساقية الزيت وبالتحديد في اقدم كوشة في المنطقة هذه، وخاصة نحن ورانا يعني الكوش العربي الزمنية بتاع قبل. معناتها مرحبا سي محسن. بيك عايشك اخويا نسونا، بارك الله فيكم، مرحبا بكم. الكوشة قديمة العهد. عندنا احنا فيها على الاقل 60 70 سنة. اي ابن على جد، من جدي للوالد نتاعي، من الوالد نتاعي انا تو انا ومعايا ولدي. خلينا نحط الامور في اطارها. اول بدات يعني المخابز الكوش بدات بالفور هذا. بالفور هذا ما بيوتنا العربي هذا ما كانوش، السوري هذا ما كانوش، ما كانوش عندنا في تونس اصلا. شو قال لي ولا قلال 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 ياسر، خاطر ما عادش يخدموا كما ما همش نتاع السرعه والخدامه نتاعهم ما عادوش. عندهم خدام معينين هذوما يخدموا بالمخبز، ما يخدموش بالشراول هكايا دز الشراول في بيت النار، لا بالمخبز يترمى الخبز على المخبز ويرمي الرئيس الخبز في بيت النار بالخبيسين حتى تتعب بيت النار. حتى الوقت تشد اكثر. تشد اكثر بطبيعه الحال، هذه سوريا اربع دراج ترمي الشراول في بيت النار. عجين يطلع تنوق قصدك بيت النار اربع دراج وتحل بيت النار تجبد الخبز. هذه تحب على الاقل 6 7 دراج اذا كان رميت فيها الخبز بيت النار. تستعملوها؟ قليل جدا.
قليل جدا خاطر ما عادش خدم متى ما ثماش. هذا الشيف اكيد توا بدينا خاصه في الكوشه هذه الكوشه العربي هذه وتو وقتها بيريود عيد ونقص في البسكوت وتو في الواح. طبعا طبعا بدات تقريبا من نص الثانية احنا نبداو من نص الثانية يبدو الناس البريود الاولى من نص الثانية تبدا تسرح شوي شوي مازال محافظين عليهم السكين خاصة هنا في سقيط الزيت في الحلو مثلا تقريبا الغريبة بجميع انواعها والقرون الجاتو اللي يسميوها صوابع والحوايج الحلو الزيت بصفة عامة بقينا اللوز كان موجود قبل لكن تو ما عادش سبحان الله العباد ما عادش تقدر عليه بالنسبة للفورة صار لازم تكون فيها قاع يعني البلاتو يزمو ديركت على البلاتو متاعها باش ينجم يعطي النار ويعطي دورة النار معناها باش تيبو نقول احنا بعبارة اوضح سلة سلة بإذا مش نطيبوه في الروتاتيف اللي هي RPG ولا هو يدور فيها ماش تجم تقول كأنها مش طيب ترانسبوزيسيون يعني تصويره برا يعني ممكن من داخل ما هيش طيبة بالكدا ما هيش نظيفة ما هيش كومي كما نحبونا احنا هنا طيب الخبز ولا حلو بركة طيب لك الخبز خاصة الخبز العربي الإشكالية الكبيرة لهنا كانت في صفاقس حكاية المصبات والفضلات يعني وعدم رفع الفضلات والروائح الكريهة وكل المشاهد اللي شفناها يظهر لي نقصت شوية تو لا ما نقصتش شوية احنا توك عنا تقريبا بريسكام الفضلات ما زالت منتشرة في كل مكان في جميع البلديات اللي قاعدين تشوفوا فيها بالنسبة للبلاد العربي نحب نشكر الولاد اللي يخدموا على البلاد العربي قسم المدينة العتيقة معناتها أقروا العزم أنه المدينة العتيقة بدون فضلات وبدون نفايات هم ينظفوها باه البلدية نتاع صفاقس ترفع في النفايات تسفيها في البرد في البرد يحرقوا فيها غاديكا في طريق الميناء المصب هذاك اصليته مصب نتاع نفايات صلبة ولا يصبوا فيه في النفايات هذه نتاع النفايات الفضلات نتاع المواطنين والنفايات نتاع الصبابطية وغيره 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 يحرقوا فيها الحرقان هذاك الدخان نتاعو وصلنا البلاد العربي احنا تاع الزبلة احنا عندنا عباد مرضى وعندنا خلينا من باب حر وخلينا كل شيء البلاد العربي عندنا عباد مرضى معناتها مازالش احنا عايشين في النفايات نتاع الصبابطية في النهار نزيدوا نعيشوا في الدخان المسموم اللي جينا من البرت غاديكا سير احمد مرحبا خويا يعطيك الصحه خويا بكم مرحبا في حنبال في المقر اللجنه المحليه للتضامن بسقيط الزيت مرحبا بكم وشرفتونا وهذا شرف لنا احنا انه حنبال حنبال الغني على التعريف حنبال اللي ديما نتفرج عليها حنبال اللي نحبوها مرحبا بكم شرفتونا انتم توا مش تتفرجوا على تفضل هذا بوكيد فلير حنبال يعطيك الصحه حنبال وانت سياد اللي تمثل حنبال انتم من رمضان قداش تخرجوا من وجبه يومين احنا في رمضان نخرجوا تقريبا 200 وجبه اللي هي 200 عائله معناها 200 عائله هذوما بمعدل 4 افراد في العائله معناها تقريبا 800 شخص فهمني من بدايه رمضان اللجنه المحليه للتضامن بسقيط الزيت تضم 7 عمادات في سقيط الزيت اللي هي الانس وسيدي صالح والسدره وبعصيده والشيحيه وتنيور هذوما السبع عمادات عندنا متطوعين اللي هما يقوموا بتوزيع الافطار الى المحل نتاعهم حتى يكون صاحب المحل في بعيد على الاحراج فهمتني تحشم يعني تحشم بيان سور تحشم واحنا ما نحبوش نخليهم في الاحراج نوصلوا لهم حتى لديارهم معزين مكرمين الناس الطيب لهنا وهذوما كل متطوعات مع ما شاء الله نساء محلاها من هنا هذوما كلهم متطوعين بون فما جماعه من الهيئه اللجنه وفما برشا متطوعات ومتطوعين اللي هما راهو لا من كيما يقولوها ربي سبحانه ما عندناش حتى مزيه على وخيانا وتعرف انت الشعار نتاعنا هو التونسي للتونسي رحمه فهمني ان شاء الله ديما نحبوا بعضنا ان شاء الله ديما وخيان ومرحبا بكم مره اخرى واش طيبتوا اليوم واش حضرتوا شقام فطر طيبنا ستيك بقري وطاجين ومسفوف وعنا مع الستيك يخرج بطاطا مقلية وفلفل وطماطم وعنا ديسير
اللي هو اسمه اورانج، وعندنا باكو حليب يخرج مع بجوي، وعندنا حلوه ذاك بجويه. انت بتطوع على هنا؟ انا موليت الدار. متبنتي عطيتهم دارك؟ اي مرحبا بيه، مرحبا سي رئيس الجمعيه، كلمني سي الشيخ زير قال لي مليك نجيو بحذاك ونطيبو، قلت مرحبا بيك وبالجمعيه كامله وباللي يحب يتطوع مرحبا. يعطيك الصحه. ان شاء الله توا من نهار رمضان داري معبيه بالعباد، يسهروا ونطيبوا حتى في الليل نخدموا، راهو والله نخدموا، نكملوا السلطه مشويه وتنظيف والحلو، نرتبوا الحلو في صناتق، نوزعوا لهم الديسير ونوزعوا لهم الشقان الفطر، كل شيء كل شيء ما شاء الله. الخان اللي دارك مش مقلقينك؟ الحمد لله والله صدقني، عمني والنهار الاخر وليت داخله بعضي بالبكاء وانا استنست. اي الحمد لله، احنا المهم هيك المحتاج ان شاء الله يجي حويجه فرحان بها، وحاجه ما راهيش قبل، عملنا كسكسي بالفاكهه، ذبحنا 6 عليلش، ذبحنا 3 فريتن، اي من الاول رمضان هذوك، اما الحمد لله ذبحوهم في الباطوار وجابوهم لنا ما تعبوناش. نهار ليله النفس 6 عليلش اهم تو هيك تبارك الله تو حاصلين 7. أي الحمد لله يا ربي. والله نحاولوا كيفاه، نحاولوا في الليل مثلا نطيبوا نتاع غدوه باش نبداو من الصباح ونيا نهار كامل معاهم وفرحانين فرحانين به، وربي يثبت اجر الجميع ان شاء الله، خاطر احنا عمل جماعي معناتها وعاملين جو بفرحه كبيره ياسر معناتها، خاطر ساهمنا في اعانه برشا ناس. تقريبا قداش من المره هنا الطيب؟ تقريبا 6 هنا والشيف معنا، وساعات معناها يجيونا في المغربي يطوعوا معناها باش يسربوا معنا برشا، الحمد لله برشا. اما احنا لحقتوا 3 سنين عاملين نزيدوا نتطور، وعاملين منكثروا العدد، وعاملين الحمد لله الماكله تعجبهم والحمد لله توصل لهم، والعباد فرحانه هيك الواحد واحنا فرحانين. احنا تو عندنا 3 سنين في النشاط هذا، فما اعضاء منتخبين وفما اللي عباد معناتها يسمعوا يراو اللي نهبطوهم على الفيسبوك ويجيو معانا يقولوا لنا نحبوا نعاونوا، طلبه ومن الفئات الكل معناتها. الوجبه نتاع شقان فطر ملون شنو هي هذه بالضبط؟ هذه مفتحات، هذه مفروده بالشوكولاته وبجويه شوكولاته. باه هذا شنو هي هذا؟ هذه طاجين كيك، فورمة نتاع كيك وفي وسط عظمة باللحم، لحم البقري مفروم وفيه العظم والجبن ومعدنوس، هاك المصري حاجة خارقة العادة، هيك لحم بقري روتي ان شاء الله ياكلوه بالشفاء والهناء. فوحوا الشيف الله يبارك فيه، تطيبوا بنين برشا، فوحوا الشيف وهزيناه للكوشة باش يتجمر كيما تشوفوه. السلطة المشوية وين؟ اي نعم السلطة المشوية، وعنا ستيك وعنا الطاجين وعنا الفلفل المقلي والبطاطا والطماطم، يخرج وجبه كامله ان شاء الله. فاذا معناها المسفوف فورناه مرتين بزيت الزيتونه وكل هيك، واستعملنا كريمه فلان وزيناه بالعسل النحله وزيت زيتونه وحليب وفاكهه والحمد لله. اني نشكر كل انسان قدم يد العون للجنه اللي تشوفوا فيه، هذايا راهو مش كان معناها المجهود نتاعنا احنا، مجهود نتاع ناس متطوع نتاع ناس قدمت يد العون بالغالي وبالرخيص، وبارك الله فيكم، ومره اخرى مرحبا بحنا بعل في صفاقس وفي اللجنه المحليه للتضامن. يعطيك الصحه ويعطيكم الصحه على حسن الاستقبال، وان شاء الله يا ربي يثبت اجركم. وهكا وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم، برنامج وين ماشيين لهنا في صفاقس، ونتقابل معاكم كنا لحد ربع على خير حنا بعل. We're gonna make it.